السلام عليكم، حياكم الله في مقطع جديد من بودكاست القلعة، وياكم محمد. واليوم بإذن الله راح نتناول شخصية من شخصيات الرواية الأساسية إلا عليها غشاء غامض، شخصية لها وزن في وجودها بمسار الأحداث، وزن ثقيل جدا. على الرغم من الظهور القليل لهذه الشخصية مقارنة مع شخصيات الرواية الأخرى الهامة، إلا أنها تمتلك أحد الأسرار المستمرة من قبل حتى أحداث الرواية إلى الآن، وأنا أتكلم عن يورين غريجوي أو عين الغراب، الشخصية اللي أخذت من قبل القراء على أنها الشر المطلق الفعلي في عالم جورج مارتن، حتى أن بعض جوانب النقاشات أخذت جوانب مقارنة في محاور الشر في عالم جورج مارتن بين ملك الليل في المسلسل ويورين في الرواية، وكأنها كفة متساوية بينهم. يورين غريجوي فعليا ظهوره في الكتب كان في الكتاب الرابع وليمة للغربان، وأساسا من قبل ظهوره الفعلي نحن كقراء كانت عندنا فكرة عنه مسبقا بأنه شخصي السمعة وله جانب إجرامي وإلى آخره، مثل ما قال ثيون غريجوي لإسجريت اللي هي أخته أساسا بعد ما ذكرت له يورين، قال: لم يظهر عمي يورين في الجزر منذ ما يقرب عامين، قد يكون ميتا. ثم جاءت خاطرة ثيون في باله وقال: ولو أنه مات حقا فقد يكون هذا خيرا، فأخو اللورد بالون الأكبر لم يتخلى قط عن النهج القديم ولو يوما واحدا. ويقال أن سمعت سفينته الصمت بأشرعتها السوداء وبدنها الأحمر القاني سيئة في كل الموانئ من إيبن إلى آشاي. ظهور يورين في الكتب نقل نظرتنا عنه إلى نقطة أعمق مما كانت عليه، يعني ليس ذلك الرجل اللي يكمن الشرور ويظهرها في أفعاله فقط مثل جوفري براثيون أو رمزي بولتون ومن أمثلتهم. يورين كان أسوأ من ذلك بدرجات، الرجل فطن وماكر وله جانب سوداوي مظلم، حتى أن ظهوره في الفصل المنشور من كتاب رياح الشتاء، فصل آرون ذو الشعر الرطب المسمن منبوذ، يورين كان وقع ظهوره مخيف نوعا ما على اللي راح يقبل عليه. في هذه الحلقة أبي أذكر بعض النظريات المتعلقة بعين الغراب، وللأمان النظريات عنه لا تعد ولا تحصى، بس شفت أن معظمها فيها مبالغات شوي أو تفاصيلها محدودة وغير مكملة. نظرية أو ثنتين تفي بالغرض لإظهار شخصية يورين إلا بي أوصل لها، ولكن قبل التعمق في النظريات لف كذا عن نشأة يورين قبل كل شيء عشان نكون قاعدة نقاش. ولد يورين في بايك، وكان الابن الخامس للورد كويلن غريجوي من زوجته الثانية الليدي سندرلي. نشأته ما هي معروفة وهي غير مهمة بالنسبة لنا إلا في شيء واحد فقط، في الحادثة اللي برهنت عن الشر الكامن في شخصية يورين، واللي كشفت في فصل منبوذ بكتاب رياح الشتاء باعتراف من يورين نفسه فيما يخص أخوانه هارلون وروبن اللي ماتوا. آرون ذو الشعر الرطب في أول فصل له في الكتاب الرابع وليمة للغربان جاءت خواطره عن الأخوين المذكورين وكيفية موتهم لما كان يجول في نفسه عن هارلون أخوهم الأكبر من زوجة أبوهم الأولى ليدي ستونتري، وقال: هارلون يذكره بشكل ضبابي، جالس بثبات ووجه رمادي في غرفة برج بلا نوافذ، يتكلم بهمس يخفت يوما بعد يوم، والداء الأرمد يحيل شفتيه ولسانه إلى حجر. وعن روبن كانت الخواطر تصف حالته بأن الطفل ضعيف ومريض، أنجب أبوه من زوجته الثالثة ليدي بايبر، فكانت الخواطر كالتالي: أما زوجته الثالثة فكانت فتاة من الأراضي الخضراء أعطته ابن أحمق سقيما اسمه روبن. وفي ملحق الكتاب الرابع ذكر أن روبن مات في طفولته، والأمر واضح بالنسبة لنا بأن روبن صحته ضعيفة ومات طبيعيا بسبب ممكن مرض أصابه لأن مناعته هشة تقريبا، وهارلون تسبب موته الداء الأرمد. ولكن هل في يد ساعدت على تعجيل موتهم؟ هنا مربط الفرس. يورين اعترف بشيء صادم في فصل المنبوذ، وهو قبل ذلك كان يبث الشك للكل بأن توقيت ظهوره بعد وفاة أخوه بالون بأنه نوعا ما تسبب بمقتله. بالون غريجوي مات بعد ما سقط من أعلى الجسر مثل ما نقل الربان التقرير لروب ستارك، وقال: تعرفون أن بايك مبنية على لسان بحري، وأن جزءا منها مقام على الصخور والجزر الصغيرة وتربط بينهما جسور، أليس كذلك؟ ما سمعته في لوردزبورت أن عاصفة رعدية مطيرة هاجمت من الغرب، وكان الملك بالون العجوز يقطع أحد من تلك الجسور عندما هبت الريح شديدة ومزقت الجسر أربا،
بعد يومين جرفت التيار جثته المحطمة المنتفخة إلى الشاطئ. وعلى هذه النقطة قالت آشا غريجوي لخالها القارئ مشيرة لأمر ما: يغيب عين الغراب 3 أعوام ثم يعود يوم موت أبي تحديدا. وشبح القلب العالي لمحت كذلك وقالت: حلمت برجل بلا وجه ينتظر على جسر يتأرجح ويتمايل، على كتفه يجثم غراب غارق تتدلى طحالب البحر من جناحيه. إذن الخلاصة اللي خضيناها أن يورن تسبب مقتل أخوه بالون، وبالتالي أصبح قاتل للأقربين. لكن خبرنا عتيق، يورن قاتل للأقربين من سنين مو بالحين. في فصل منبوذ لما يورن لمح بأنه يقدر يقتل أخوه أرون، رد عليه أرون وقال: حتى أنت لن تتجرأ، أنا أخوك، ليس هناك رجل ملعون كقاتل الأقربين. فرد عليه يورن وقال: ومع هذا أنا أرتدي التاج وأنت تتعفن في السلاسل، كيف يسمح إلهك الغريق بهذا وأنا قتلت 3 أخوة؟ لم يستطع أرون سوى أن يفغر فاه ويقول: 3؟ هنا رد عليه يورن بالرد الصاعق وقال: حسنا، إذا احتسبت أخوتنا غير الأشقاء أيضا، هل تذكر روبن الصغير ذلك المخلوق البائس؟ هل تتذكر رأسه الكبير كم كان ناعما؟ كل ما يستطيع فعله هو النواح والتبرز، لقد كان الثاني، هارلون كان الأول، كل ما كان علي فعله هو قرص أنفه وأغلاقه، الداء الأرمد كان قد حول فمه إلى حجر لذلك لم يستطع الصراخ، ولكن عيناه كانتا دامعتين عندما مات، كانتا تتوسلان لي بينما خرجت الحياة منه، خرجت بعدها وتبولت في البحر أنتظر غضبة الإله لكي تضربني، لم يحدث شيء. أوه، بالون كان الثالث، ولكنك تعرف ذلك لم أستطع فعلها بنفسي، ولكن اليد التي دفعته من أعلى الجسر كانت لي. بدون حادثة بالون لك أن تتخيل أن يورن قتل أخوه هارلون وهو صغير. هارلون غريجوي أكبر أبناء اللورد كويلن، ويورن الابن الخامس. نحن ما ندري كم كان الفارق بين أبناء اللورد كويلن، ولكن هارلون مات وهو صبي، الأكبر كان صبي، فكم كان عمر يورن ساعتها؟ ولكم حرية التمعن. بقية تاريخ يورن هو الماضي القريب. يورن كان له يد في إقناع أبوه كويلن بمساعدة أخوه بالون وفكتاريون عشان ينضم لتمرد روبرت، الحرب اللي مات فيها كويلن في معركة الماندر، وأصبح بعدها بالون هو سيد جزر الحديد مثل ما وضحت خواطر ذو الشعر الرطب. لم يرجع اللورد كويلن من رحلته الأخيرة إذ أنعم عليه الإله الغريق بالموت في البحر، اللورد بالون هو من رجع ومعه أخواه يورن وفكتاريون. أيضا يورن كان له بصمة في تمرد بالون كواحدة من مقتطفات تاريخه القريبة، لما كان له الفضل في إحراق نانسبورت بما أنه صاحب الفكرة، مثل ما أكد ثيون هالشي لما تحدث عن فكتاريون وقال: أثناء ثورة أبي أبحر إلى نانسبورت مع عمي يورن وأحرق أسطول لانستر في مرساه، لكن يورن هو من وضع الخطة. لكن كل هذه المقتطفات من تاريخه تقريبا غير مهمة إلا في الشيء الأخير اللي عمله يورن، واللي يعتبر نوعا ما هي النقطة المفصلية في بناء هذا النقاش، لما دنس شرف زوجة أخوه فيكتاريون الثالثة واللي كانت زوجة ملحية، الأمر اللي مس شرف فيكتاريون وأدى به المطاف إلى قتل زوجته. قتلها وهو يتألم مثل ما أكدت خواطره وقالت: مع كل ضربة هوى عليها بها انتحب. هذه الفعلة الخطيئة أدت إلى نفي يورن من الجزر من قبل أخوه اللورد بالون. خواطر أرون ذو الشعر الرطب برهنت على هذا الشيء وقالت: عين الغراب على الجانب الآخر من العالم، بالون طرده منذ عامين وأقسم أن يدفع حياته ثمنا إذا عاد. هذه الفعلة كانت تقريبا بدايات أحداث الرواية. الرواية ابتدت سنة 297 بعد الفتح في نفس العام اللي نفي فيه يورن، جاب فيها معظم أنحاء العالم، أبحر خلال بحر الدخان، ورأى فاليريا وزار فاليريا وزار آشاي بلاد الظل وغيرها من الأماكن في الشرق، حتى عاد وانتصر في حادثة انتخاب الملك مثل ما الجميع يعلم، وتوج ملكا على جزر الحديد. غياب يورن الطويل هذا نوعا ما أظهر تقريبا من سوداويته اللي ما كنا نعرفها. يورن انغمس في جوانب خلال رحلاته فيها شأن في تضخيم شروره، السمعة السيئة والوقع الإجرامي اللي كان يحمله يورن وطاقمه الأخرس كانت معروفة تقريبا في كل ميناء. قال أرون ذو الشعر الرطب مرة موضحا سمعة سفينة أخوه:
أسطح سفينة يورن مطلية بالأحمر كي تخفي الدماء التي تشبعت بها ألواحها. نظريات كثيرة ظهرت عن عين الغراب توضح منزلة يورن اللي لها وزن مخيف تقريبا، خصوصا عن ميولها الغامض سحريا، وهذا أنا اللي أبي أسلط الضوء عليه في الحقيقة. الجرائم واللجوء الدموي ليورن كلها جاءت من حقيقته الغامضة. أول نظرية طرحت عن يورن هي نظرية أوراثون سيار الليل. أنا بكون معاكم صريح، النظرية هذه أنا ماني مقتنع فيها حقيقة، أو مقتنع جزءا منها، لأنها متعلقة بمستقبل ثيون غريجوي المشرق. ثيون بالنسبة لي أعتبره واحد من أعظم شخصيات الرواية كتابة، شخص ظهر لنا في البداية متغطرس يطغي عليه الغباء، سولت له حماقته بأن يقترف جرائم وخيانات، ثم بعد ذلك يكسر ويبدأ في مرحلة الندم المؤلم تحسرا نوعا ما على اللي سواه. فأحسن نهاية لهذه الشخصية بنظري هي نهايته، يعدمه ستانس مثلا أو يقدم تضحية مثل اللي شفناه تقريبا في المسلسل، المهم تنتهي حياته. أما أنه يكون هو سيد جزر الحديد المستقبلي، يعني عذرا بس لي إشكالية كبيرة في هذا الموضوع. لكن لا مانع من طرح النظرية كونها متعلقة بغموض عين الغراب. في الفصل رقم 63 من الكتاب الثاني صدام الملوك، بعد ما أحرق دينيرس بيت الخالدين، قال لها عضو رابطة 13 اللي هو زارو زونداكسوس، يقال إن الشموع الزجاج مشتعلة في دار أوراثون سيار الليل كما لم يحدث منذ 100 عام. ذكر هذه الشخصية أظهر علامات استفهام كثيرة اللي هي شخصية أوراثون، ربط شخصية ذكرت مرة واحدة في الكتب في أهم لغز تقريبا في الرواية اللي هو الشموع الزجاجية، يثير التساؤلات بكثرة. قبل هذا الاقتباس ذكر اقتباس آخر من زارو بالنسبة لدينيرس، وكان كالتالي: عرف زارو أن بيات بري يجمع من نجم الدجالين ليطبخوا لها شرا ما، أي أن الدجال بيات بري يسعى للانتقام من دينيرس بعد حادثة بيت الخالدين، وتقريبا يبحث عن تحالفات. خلونا نتذكر هذه النقطة لأن راح نرجع لها بعدين. غالبية النقاشات تؤكد أن سيار الليل هذا هو يورن عين الغراب لعدة نقاط. ممكن تكون النقاط للأغلب ضعيفة وغير مقنعة، بس لا نخفي فعلا أن فيها ربط تقريبا. الأولى هو مشروب صبغة المساء. زارو قال لدينيرس مرة عن الدجالين يقرؤون لفافئهم المتهالكة ويشربون صبغة المساء إلى أن تكسو الزرقة شفاهم. أول ظهور لعين الغراب في الكتب وضح على ارتباطه بمشروب صبغة المساء. ناداه فيكتاريون بلقبه عين الغراب، فرد عليه يورن: الملك عين الغراب يا أخي. من ثم تبعته الخواطر التالية، رد يورن مبتسما، فبدت شفتاه الداكنتين للغاية في ضوء المصابيح مكدومتين مزرقتين. هذا المشروب يستهلك من قبل الدجالين في كارث، دينيرس شربته وأرون ذو الشعر الرطب أيضا، وشفنا كيف تأثير المشروب عليهم، هواجس ورؤى، فما تأثير من يداول عليه. زرقة الشفاه دليل على الاستهلاك المفرط بهذا المشروب. بيات بري شفتي لونهم أزرق وهو دجال لا بأس، ولكن زرقة شفتي يورن تثير الاستغراب وتؤكد على ميوله الغامض في شرب هذا المشروب. في الكتاب الرابع وليمة للغربان، يورن أعطى أخوه فيكتاريون كأسا من صبغة المساء. فيكتاريون شك في الأمر وعباله أن ممكن يكون سم، فرد عليه يورن بالكلام المؤكد: أريد أن أفتح عينيك. وجرع من كأسه ثم ابتسم مواصلا: صبغة المساء خمر الدجالين. في الفصل رقم 16 من الكتاب الخامس رقم سمع التنانين، لما زار زارو زونداكسوس دينيرس في ميرين حذرها من شيء لما قال: احذري ذوي القلوب الباردة والشفات الزرقاء، لم يكن أسبوعان قد مرا على رحيلك من كارث حتى خرج بيات بري مع 3 من رفاقه الدجالين يسعون ورائك في بنتوس. إذن مثل النقطة اللي ذكرتها قبل شوي وقلت إن لازم نرجع لها، إن بيات بري الدجال تحالف مع أحد للانتقام من دينيرس، لكن تحالف مع من؟ خلونا نرجع لكلام عين الغراب مع فيكتاريو لما قال: 4 دجالين حكوا حكاية تثير الاهتمام، أحدهم تجرأ على تهديدي فقتلته. إذن 4 دجالين ذكرهم زارو زونداكسوس، و4 دجالين ذكرهم يورن. إذن بيات بري مع يورن وهو اللي تحالف معه، تحالف طبعا ما كان يعلم بيات بري عواقبه للأسف. في فصل منبوذ أرون ذو الشعر الرطب أكد على وجود بيات بري مع يورن، إثنان كانا مشعوذين من الشرق
بجلد شاحب كالفطر وشفات زرقاء أرجوانية كالكلمات السيئة. كلاهما هزيل وجائع لدرجة أنه لم يتبقى سوى الجلد والعظم. أحدهما ساقه مقطوعة، البكم علقوه على أحد الدعامات، كان يصيح بري بري بري. فشو كانت الخلاصة من هذا كله؟ يورن فجأة سلط أنظاره لدينيرس. يجب أن تكون للملك زوجة تمنحه ورثة. إنني في حاجة إليك يا أخي، هل تذهب إلى خليج النخاسين وتعود إلي بحبيبتي؟ وقال أيضا آخر سلالتها، يقولون إنها أجمل امرأة في العالم، إن شعرها ذهب وفضة وعينيها قشمت. يورن أكد أن راح لأطلال فاليريا ومن هناك تحصل على ثروة منها بوق التنانين، البوق الذي سمعتموه وجدته وسط الأطلال الداخنة التي كانت فاليريا، حيث لم يجرؤ أحد على الذهاب إلاي، وكذلك الدرع الفاليري. آرون ذو الشعر الرطب أكد هالشي في فصل منبوذ. فولاذ فاليري، عرفه آرون على الفور، درع من الفولاذ الفاليري. لا يوجد رجل في الممالك السبع كلها يمتلك درعا من الفولاذ الفاليري. هذه الأشياء كانت موجودة قبل 400 عاما في أيام قبل الهلاك، ولكن حتى في ذلك الوقت كان ثمنها بقيمة مملكة. يورن لم يكذب، لقد كان في فاليريا، لا عجب أنه مجنون. بوق التنانين النادر ودرع من الفولاذ الفاليري الثمين ثروات تحصل عليها عين الغراب، فليش ما تكون الشموع الزجاجية أيضا من ضمن ثروته؟ في فصل التمهيد من الكتاب الرابع وليمة للغربان، بايت لمح أن الشموع الزجاجية موجودة أيضا في فاليريا. لما قالت خواطره، يعرف بايت بأمر الشموع الزجاجية وأن لم يرى واحدة مشتعلة من قبل قط، إنها السر الأكثر انفضاحا في القلعة، ويقال إنها جلبت إلى البلد القديمة من فاليريا قبل 1000 عام من هلاكها. فالأكثر توقعا أن يورن امتلك الشموع الزجاجية في أطلال فاليريا. كنز نادر الوجود حالها من حال البوق والدرع، فبالتالي هو أقرب أن يكون أوراثون سيار الليل اللي اشتعلت الشموع في داره. وعلى نقطة اسم أوراثون، الاسم تقريبا من أسامي حديدي الميلاد، ولهذا ربطت بيورن كنقطة ثانية. وفي ملك حديدي فعلا عاش في عصر الأبطال اسمه أوراثون، أوراثون جود براذر الرابع، وهي النقطة اللي مقنعت فيها لأنها تشير إلى مستقبل ثيون. القصة باختصار، في أحد الأزمنة بعصر الأبطال توفي ملك يدعى أوراغون غري آيرون الثالث، وبعد وفاته حدث انتخاب ملك، وفي هذا الانتخاب انتصر أوراثون جود براذر اللي صار يدعى بأوراثون جود براذر الرابع. وأول عمل سواه هذا الملك قتل أبناء الملك الراحل أوراغون، مثل ما قال تريستيفر بوتلي لآشا، أول ما فعله الملك الجديد أنه أمر بقتل جميع أبناء الملك القديم وقد كان، وبعدها لقبه الناس بالأخ الطالح. الأخ الطالح هي وقعة ناقصة له، بما أنه من عائلة جود براذر فبيكون باد براذر الأخ الطالح. ولكن صادف أن أحد أبناء الملك الراحل اللي هو تورغون غري آيرون غائب لما كان يغير على ضفاف النهر الماندر في المرعى، ولما رجع تورغون إلى الجزر طالب أن انتخاب الملك غير قانوني لأنه كان غائب عشان يقدم دعواه. وساعده هذا الشيء أن أوراثون جود براذر الرابع كان مكروه من الجميع بسبب فعلته. تريستيفر بوتلي قال كان الأخ الطالح قد أثبت أن خسته لا تقل عن قسوته، ولم يتبقى له على الجزر أصدقاء كثر، فندد به الرهبان وثاروا عليه اللوردات وقطعه وربابنته أنفسهم أشلاء، وأصبح تورغون المتأخر الملك وحكم 40 عاما. فالربط اللي يشير له بعض القراء إن أوراثون الأخ الطالح يكرر فعلته الآن أوراثون سيار الليل اللي هو يورن، واللي يعتبر الأخ الطالح لبالون وفيكتاريون وآرون ذو شعر الرطب. وتورغون غري آيرون المتأخر يمثله ثيون الغائب من انتخاب الملك واللي يقدر يقدم دعواه بسبب أن الانتخاب غير قانوني لأنه ما كان موجود. بس مثل ما قلت أني رافض أني أقتنع بهذه النقطة نظرا لأسبابي، وأنتم أحرار في الاقتناع. النقطة الأخيرة في هذه الحلقة، بعد ما تشبعنا تقريبا عن ميول عين الغراب المثيرة للريبة، ميول لها طابع غامض ممكن حتى نوصفها بالدجل والسحر، السؤال الآن، هل في شيء كان سبب ميول عين الغراب هذا؟ في شيء امتلكه يورا من الصغر وأظهره بهذا المظهر المخيف وخلاه يهتم بهذه التفاصيل ويبني خلالها أهداف سوداوية؟
وهنا النظرية الثانية في هذه الحلقة، واللي تعتبر بالنسبة لي أشهر النظريات اللي طرحت عن عين الغراب في شيء امتلكه يورن، شيء في حقيقته، وهو أن يورن أصلا طار مثل بران. يعني هل كلامي أن يورن كان بيصير نبي أخضر مثل الغراب ذو الأعين الثلاث؟ الإجابة نعم. نحن ما نعرف كيف الشخص أصلا يصير نبي أخضر، لأن قدرة الأنبياء الخضر أساسا لحكماء أطفال الغابة اللي لهم قدرة سحرية، مثل ما كتب ياندل في كتاباته، تقول الأسطورة بأن الفيضانات العظيمة التي كسرت الجسر الذي يعتبر الآن الذراع المكسورة وجعلت من العنق مستنقعا كانت من صنع الأنبياء الخضر الذين اجتمعوا في خندق كايلن ليصنعوا سحرهم الأسود. فكيف انتقلت هذه القدرة إلى البشر؟ هذه أحد أسرار الرواية. الأمر متعلق بالدماء، مو أي شخص يصير نبي أخضر، لازم الدماء هي اللي تهيئه بأن يكون نبي أخضر. بران ستارك لما عطته ورقة الشجر المعجون الغريب عشان يتناوله قال هل سيجعلني هذا نبيا أخضر؟ فرد عليه برندل ريفرز الغراب ذو العين الثلاث دماؤك تجعلك نبيا أخضر. فعلى ما يبدو في شيء صار في الميثاق بين أطفال الغابة والبشر، شيء غير مفهوم خلى البشر يمتلكون هذه الهبات. برندل ريفرز قال إنسان واحد في الألف يولد مبدل جلدة، ومبدل جلدة واحد في الألف يصبح نبيا أخضر. الأرجح أن يورن دماؤه كانت تساعده بأن يكون نبي أخضر، بما أن جميع عوائل جزر الحديد تسري في عروقهم دماء البشر الأوائل مثل بران وبرندل ريفرز. فالظاهر يورن طار، أي أن الغراب ذو العين الثلاث اللي كان يزور بران في أحلامه ظهر ليورن كذلك. تسميته بعين الغراب واتخاذه الراية الغريبة كلها تشير إلى الغراب اللي زار يورن عن الأرجح. خواطر سام تارلي شرحت الراية بدقة في الكتاب الرابع وليمة الغربان. أشار زندو إلى سفينة طويلة شبه غارقة في المياه الضحلة، من مؤخرتها تتدلى بقايا راية مهترئة ملطخة بالسخام، وعليها رمز لم يره سام من قبل على الإطلاق، عين حمراء بؤبؤها أسود تحت تاج من الحديد الأسود يحمله غرابان. إذا الخلاصة ممكن نعتبرها كالتالي، مثل ما أغلب القراء مقتنعين فيها، يورن دماؤه تساعد بأن يكون نبي أخضر، والغراب ذو الأعين الثلاث لجأ له مثل ما لجأ لبران. ولكن بالمنطق، هل شخصية يورن ممكن أنها تخضع وتكون مكان الغراب ذو الأعين الثلاث؟ يورن ولد بقلب أسود ويكمن بداخله عتمة شديدة، كل الشرور نمت فيه من صغر سنه. ورقة الشجر قالت لبران واصفة مكانة الغراب الدامي، أكثره ذهب إلى داخل الشجرة، لقد تجاوز سني عمره البشري، ورغم ذلك ما زال باقيا من أجلنا ومن أجلكم ومن أجل بلدان البشر. فهل هذه المكانة لائقة بأن تستبدل بشخصية ظلامية مثل يورن؟ وهنا التحليل، يورن ما أصغى لمراد الغراب ذو العين الثلاث وخالفه، ولكنه طار في حلمه. في الفصل رقم 29 في الكتاب الرابع وليمة الغربان، عين الغراب دار بينه وبين فيكتاريون حوار في بعض التلميحات اللي ممكن فعلا تؤكد على هذا الطيران، لما قال في صباي حلمت بأنني أستطيع الطيران وحين استيقظت لم أستطع. وربما هذه الثغرة اللي سببت حالة بران حاليا، الغربان اللي كانت تجثم على البرج المكسور في وينترفيل على الأرجح كانت من توجيه من برندل ريفرز، والمراد كان إسقاط بران من أجل الظفر بالحصيلة وهي إعاقة بران، حتى يستغل برندن هذا الأمر ويغريه بالطيران في أحلامه. فالغراب الدامي ما يبي يكرر الفشل مع شخص جديد يحمل دماء تساعده بأن يكون نبي أخضر بعد ما فشل مع يورن سابقا. حتى أن عين الغراب كان قادر أنه يدخل في أحلام المرء، وهذه الهبات على الأرجح يمتلكها الغراب ذو العين الثلاث، وممكن حتى يمتلكها بران كونهم أنبياء خضر. بدون دخول حلم أخوه آرون، عين الغراب سبق وأن دخل في أحلام دينيرس. دينيرس حلمت بحلم في الفصل رقم 43 من الكتاب الخامس رقص مع التنانين، وكان كالتالي: تحت أغطيتها تقلبت وتلوت حلمة بهزدار يقبلها، لكن شفتيه كانتا زرقاوين مكدومتين. وهو نفس وصف شفات يورن. خواطر فيكتاريون ذكرت اللون المشابه لما كانت كالتالي: التفت يورن يواجهه والتوت شفتاه الزرقاوان المكتومتان في ابتسامة صغيرة. تفاصيل يورن برهنت بأنه هو الشر المطلق في وسترس فعلا،
مراده تعدى من كونه ملك ويأمل في توسيع بساط ملكيته. الرجل وصل لمرحلة لوصف نفسه بالإله، مثل ما جاء في حلم ذو الشعر الرطب لما قاله: أركع يا أخي، أنا ملكك، أنا إلهك، اعبدني وسأرفعك لمقام كاهني. حتى المكان اللي ظهرت له بعد ذلك في الحلم قد تفسر المسعى الظلامي ليورن. نظر أرون ذو الشعر الرطب، تلو الجماجم اختفى. الآن كان هناك معدن تحت عين الغراب، مقعد عظيم وطويل وملتوي يحمل مئات الأنصال والسيوف المحطمة كلها تقطر دما، وعلى الرماح الطويلة علقت أجساد الآلهة. العذراء كانت هناك، والأم والأب أيضا، المحارب والعجوز والحداد، حتى الغريب، معلقين جنبا إلى جنب مع كل أنواع الآلهة الأجنبية الغريبة، الراعي العظيم والماعز الأسود وإله الضياء والإله الفراشة إله شعب ناث. وهناك متورما وأخضرا نصف مأكول من السلطعون، الإله الغريق تقرح مع البقية. قد يكون بريندون الغراب ذو الأعين الثلاث له مكانة في حماية البشر من كل ما يعتبر تهديد حاليا، تهديد جسدي وليس كيان إلهي فقط. يورن هو التهديد الأسمى في هذا الشأن، وهو الند الأكبر للغراب ذو الأعين الثلاث والأقرب من جانب الهيبات. نبي أخضر يحمي البشر وهو بران، يقابله نبي أخضر آخر في الجانب المعاكس وهو يورن. قد تكون نقطة ضعيفة للأغلب، ولكن الأنبياء الخضر سبق وأن أثبتوا بأن لهم جانب غير خير إذا لجأ الأمر في الوصول إلى مرادهم، والدليل استخدامهم للسحر الأسود في منطقة العنق. فما هو تعريف السحر الأسود؟ هو شكل من أشكال الشعوذة اللي تعتمد على القوة الحاقدة أو الخبيثة المفترضة، ويورن فعلا يمثلها. الماستر ياندل ذكر في كتاباته أن الليلة الطويلة اللي حدثت قبل 10,000 عام في عصر الأبطال سبقها عهد مرعب، واللي كان يعتبر إذانا لها، إذانا لليلة الطويلة. والعهد المنشود هو عهد الإمبراطور حجر الدم، آخر أباطرة إمبراطورية الفجر العظيمة، وقصة اغتصابها عرش أخته في الحادثة اللي سميت بخيانة الدم. الآن التاريخ يعيد نفسه، مثل ما قال الماستر الرئيس ريغني: التاريخ عجلة، لأن سليقة الإنسان لا تتغير أبدا، وأن ما حدث من قبل سيحدث ثانية بالضرورة. أرون ذو الشعر الرطب رأى رعب يورن قبل الجميع في حلمه. لقد أظهر عينه الدامية الآن، مظلمة ورهيبة، مغطى من الرأس إلى الكعب بحراشف سوداء كالجزع. كان يجلس على تل جماجم مسودة، بينما يتواثب أقزام عند قدميه وتحترق غابة من خلفه. قال يورن: النجم الدامي قد أعلن النهاية، هذه الأيام الأخيرة سينكسر العالم ثم يعاد بناؤه، إله آخر سيولد من المقابر والحفر. يورن كأنه يعيد ما فعله إمبراطور حجر الدم، وويستروس مقبلة على أوقات عصيبة سوداء واللي بتكون إذانا لأمر ما، مثل ما كانت خواطر المايستر كيرسن تقول: يقول العامة إن الصيف الطويل يعني مجيء شتاء أطول. أعتقد وصلنا إلى نهاية الحلقة، كان وياكم محمد، أشوفكم على خير.